السلام عليكم. أرادوها عاصمة لكيانهم الغاصب فكان قرار ترامب، وأرادوا أن نرتدي عار الصمت ونحن نشاهد بوابة الأرض إلى السماء وقد أغلقت ليفتتحوا بوابات سفاراتهم، لكننا لم نصمت بل قاتلنا بكل ما فينا من بسالة وبكل ما في قلوبنا من عشق محمدي لبيت المقدس مصر رسول الله عليه الصلاة والسلام. أرادوا وأردنا، شعب تمرس في النزال، شعب يريد فلا محال، حتى لو أظهر أرعن يدعى كوشنر صهر ترامب غرور دولته أمريكا، فقال: لقد أثبتنا للعالم أنه يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية. لم يجد ذلك المراهق سوى هذه المناسبة كي يصرح بتلك الكلمات التي يحفظها دون وعي. العالم يعرف أمريكا جيدا، ولدى شعوب الأرض ذاكرة محشوة بآلاف المآسي التي تسببت فيها دولتكم. أما فلسطين فستكون مقبرة لمشروعكم الإمبريالي المتمثل بالدولة المارقة السارقة إسرائيل. نحن يا كوشنر سنثبت للعالم أن هذه الأرض تستحقنا، وأن تلك المقدسات التي تنتظرنا لن يهنأ بها محتل، ولن يبتهج بسرقتها قطاع الطرق وشذاذ الآفاق. الغزاة الذين مروا على القدس أقوى منكم ورحلوا، احتلوها 24 مرة ورحلوا، حاصروها عشرات المرات ورحلوا. التاريخ وسنن الخلق تقول حقيقة واحدة: سترحلون ونحن عائدون، وإن غدا لناظره قريب. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. إذا قامت أمريكا بإجراءات نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة بعد أن أعلن ترامب قبل شهور عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وكما قلنا من قبل فإن هذا القرار وهذا الإعلان وهذا النقل للسفارة لن يجعل من القدس مدينة إسرائيلية أو صهيونية، ستبقى مدينة عربية إسلامية، ولكن هذه المدينة العربية الإسلامية ستتعرض الآن إلى هجمة شرسة هي أقوى من الهجمة السابقة في الحقيقة، لأننا نتحدث عن مدينة منذ عام 48 عندما احتل الجزء الغربي من مدينة القدس ثم الجزء الشرقي منها عام 67، وهي تتعرض لمراحل من التهويد متتالية أوصلتها إلى مدينة يعني خالصة لليهود من ناحية العمران والسكان للأسف الشديد. في المستقبل حتى في الجزء الشرقي بين قوسين يعني، وهذه تقسيمات لا نعترف بها، القدس كلها فلسطينية عربية إسلامية وهي لنا،
ولكن في التقسيمات العالمية في الجزء الشرقي حيث يوجد المسجد الأقصى المبارك هناك وتشرف عليه المملكة الهاشمية الأردنية على سبيل المثال، هذا الإشراف لن يتسنى للمملكة أن تقوم به بعد الآن، وهذا من المخاطر التي تحيق بالمسجد الأقصى المبارك حيث أن الإشراف عليه سيكون بشكل مباشر من الاحتلال الصهيوني. لكن نقلوا السفارة وقاموا بإجراءاتهم واعتقدوا أننا سنقف مكتوفي الأيدي وسنصمت على هذا، لكن الشعب الفلسطيني ولا سيما في قطاع غزة لم يصمت على ذلك، بل اشتبك بالاحتلال وشاهدنا عشرات الشهداء ومئات الجرحى الذين ارتقوا وسقطوا في تلك المواجهة. كي نقول للعالم أن هذا اليوم لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ولا يمكن أن ينظر الفلسطينيون نظرة العاجز إلى هذا المشهد دون حراك، يعني هذا غير مقبول والفلسطيني لا يمكن أن يقوم به. اسمحوا لنا للحديث والمناقشة في هذا الموضوع أن نستضيف معنا من مدينة غزة مباشرة الدكتور إبراهيم حبيب الخبير بالأمن القومي ورئيس لجنة إنقاذ غزة الذي ينضم إلينا الآن مباشرة من هناك. أرحب بك معنا دكتور. حياكم الله يا أخي. أهلا بكم دكتور، اسمح لنا أن نستعرض هذا التقرير ثم نعود للنقاش معكم حول هذه القضية. جاءت ساعة الصفر، 14 مايو، موعد حراك مسيرة العودة الكبرى للأراضي المحتلة عام 48، وضد قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة. انطلقت تجمعات الشباب بالآلاف نحو السياج الشائك شرق القطاع، غير آبهين بنيران جنود الاحتلال المترصدة لهم على الجانب الآخر. العرب اللي بيعدوا حالهم مسلمين، ليش سيبونا هيك؟ ليش باعوا القدس؟ ليش سيبوا أهل غزة؟ ليش هيك جوعونا؟ رسالة يعني كلها أسف وأسف يعني على العرب والمسلمين. فما هي إلا لحظات حتى فتحت قناصة الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها صوب صدور الشباب والفتيات والأطفال، ليرتقي 58 شهيدا وأكثر من 2771 جريحا عقب اجتياح الشباب الحدود وإشعال الإطارات داخل الأراضي المحتلة، مطالبين بعودتهم إلى أراضيهم السليبة. ما جئنا إلا لأجل نحرر هذه الحدود من هؤلاء اليهود الصهاينة الذي اغتصبوا أرضنا منذ 48، ونقول لهم الآن حان وقت الحساب وحان وقت الحصاد لديهم، اتركوا أرضنا. على الجانب الآخر من البلاد وبحضور عدد من رموز وقادة الدول الأجنبية، احتفلت الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، ضاربة عرض الحائط واقع القدس القانوني الذي يحرم تغيير حالتها لكونها أرضا متنازع على ملكيتها، غير آبهة بمشاعر أكثر من مليار مسلم يتابع المشهد بصمت قاتل. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، نرحب مرة أخرى بالدكتور إبراهيم. ودكتور إبراهيم، اسمح لي أوجه لك سؤالا حول تقييمكم لما حدث في اليومين الماضيين. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نترحم على أرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى الذين ارتقوا في اليومين الماضيين من أحداث 14 مايو في قطاع غزة. أعتقد أنه قطاع غزة في هذين اليومين ذاد عن حمى الأمة النائمة، أمة الإسلامية والأمة العربية التي ترى بأم أعينها أقدس مقدساتها بعد مكة المكرمة تدنس وتوضع تحت السيادة الإسرائيلية وتعتبر عاصمة دينية لإسرائيل، في وقت يتنكر العرب لهذه الحقيقة ويحاول أن يباركوا الخطوات الإسرائيلية. لنكون أكثر إنصافا لنقول بعض العرب، وهذا مؤلم، غزة أن تقف لوحدها وتقدم الشهداء في هذه المرحلة لتقول للأمة بأن إذا كان ثمة رجالا فقدوا فابحثوا عنهم في غزة، إذا كان ثمة كرامة فقدت فابحثوا عنها في غزة تجدوها، في وقت عندما يصمت الجميع ويتواطأ الجميع
تجد أهل غزة برغم كل ما يعانونه من ألم ومن حصار ومن تجويع يرفض الذلة ويرفض المهانة ويرفض أن يتم المساس بالأقصى ويقدم أرواحهم رخيصة في سبيل المسجد الأقصى وفي سبيل حريتهم ليقولوا للعالم بأجمع أننا أصحاب حق، أننا لن نتنازل عن هذا الحق، وأن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة ليس إلا عربدة لن تتم تصفية القضية الفلسطينية ما دام هناك فلسطيني ينبض حياة في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية. تمام دكتور، يعني الآن هناك من يتساءل عن جدوى هذه المسيرات، ولا سيما بعد ارتقاء عدد كبير من الشهداء وأيضا الجرحى في اليومين الماضيين وخاصة يوم 14 من مايو. هل ما يزال هذا السؤال قائما؟ هل ستستمر هذه الفعاليات والمسيرات؟ وما أهم أهدافها التي تتطلع الجهات المنظمة لها لتحقيقها؟ يعني مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار هي ثورة شعبية ممتدة مستمرة لن تتوقف بما جرى في يوم 14 مايو، وإنما ستستمر لأنه هي بالأساس تركز على الحالة السلمية، على المقاومة الشعبية السلمية، وما حدث من الاحتلال هو جريمة بحق الإنسانية وبحق المجتمع الدولي وبحق كل أحرار العالم. ورأينا حراكا جديا يحدث لدى الشعوب ولدى بعض المؤسسات الدولية والشخصيات الاعتبارية العالمية، وهذا يشي بشكل واضح أن الكل يدرك أن إسرائيل هي دولة مجرمة، دولة ارتكبت جريمة حقيقية ضد الشعب الفلسطيني، ضد الفلسطينيين العزل الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، رفضا لما يجري في القدس وكذلك رفضا للحصار ومطالبة بحياة كريمة. لذلك أعتقد أن الحصار ما دام مستمرا ستبقى هذه الفعاليات الشعبية السلمية مستمرة إلى أن تحقق أهدافها. والسؤال الأخير الذي سألته، ما هي أهداف هذا الحراك السلمي وهذه المسيرة؟ أعتقد أنه نحن هنا يمكن أن نفصل أو نقسم بين نوعين من الأهداف، أهداف تكتيكية وأهداف استراتيجية. الأهداف التكتيكية تبدأ أولا بضرورة رفع الحصار. قطاع غزة يعيش تحت حصار منذ 11 عاما، ومن حقه أن يعيش حياة كريمة وأن يرفع هذا الحصار الظالم المفروض عليه، وأن يتمتع سكان قطاع غزة بسبل الحياة الكريمة وأن ينفتحوا على العالم. هناك جيل كامل تم تغييبه عن التواصل مع العالم، وبالتالي هذا الجيل يطالب بحقه في حياة كريمة وفي فرص عمل وفي كل الأمور التي يعيش بها شعوب العالم الآخر. أيضا من الأهداف التكتيكية سريعة أو قصيرة المدى أن القضية الفلسطينية يجب أن تكون حاضرة في أذهان الشعوب العربية وعلى طاولة المسؤولين دوما، وأعتقد أن المسيرة أوصلت هذه الرسالة جيدا وعادت القضية الفلسطينية لتتصدر المشهد من جديد. الهدف الثالث هو تحقيق الوحدة الوطنية الشعبية، وأعتقد أن هذا الأمر حدث بالفعل عندما تذهب لتشارك في هذه المظاهرات ترى أن كل الأطياف السياسية تشارك في هذه المسيرة، وأن من كل الأعمار وكل المشارب الفكرية يشارك وهو يؤمن بهذه الحالة الثورية الشعبية الفلسطينية لأنها تصدر صورة ممتازة للعالم. أيضا من الأهداف التكتيكية المطلوبة هو المواجهة الفعلية لما يجري في القدس والمواجهة الفعلية لما يتم طبخه من تصفية للقضية الفلسطينية بما يسمى بصفقة القرن. أما على المستوى الاستراتيجي أعتقد أنه الهدف الاستراتيجي الأسمى هو تجسيد حق العودة والتأكيد لكل من يحاول أن يصفي القضية الفلسطينية بأن القضايا الرئيسية الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة هو حق مقدس لا يمكن العبث به ولا يمكن السماح لأي كان أن يتنازل عنه أو يفرط به، وبالتالي هو حق إذا لم نستطع تحقيقه هذا اليوم وهذه السنة سيأتي اليوم الذي نحققه، لأنه هذا مرتبط بمتغيرات دولية وليس بحالة فلسطينية بحتة. نعم، هناك شيء جديد حصل في هذه المسيرات دكتور، وهي التي تزامنت مع إجراءات نقل السفارة يوم الاثنين. الذي حصل هو أن الشعب الفلسطيني كسر نظرية
من نظريات الأمنية والعقيدة الأمنية لدى الاحتلال القائمة على عدم الاقتراب من الحدود المقدسة لدولة إسرائيل للكيان الغاصب، وأن الاقتراب يعرض الناس للخطر. اقترب الناس، دخلوا، تعرضوا للخطر، أطلقت عليهم النيران، استشهدوا، ومع ذلك يعاودون الكرة مرة بعد أخرى. ماذا يعني هذا بالنسبة لنا الآن؟ هل كسرنا حاجز الخوف فيما يتعلق بأن ما بعد الأسلاك الشائكة ليست لنا، وما قبلها في سجن غزة الكبير هو لنا؟ بالإضافة إلى ذلك، ماذا يعني للصهاينة أن يبقى الفلسطينيون طيلة هذه المدة على الحدود مع قطاع غزة يشكلون جسرا بشريا للعبور؟ والله أخي يونس، ما فعله شعبنا يوم 14 مايو عظيم، عظيم بكل معنى الكلمة، عندما تحتشد مليونية على طول السياج الزائل مع قطاع غزة مقابل أراضينا المحتلة عام 48، وتجد من كل الفئات العمرية موجود، أطفال، نساء، كبار سن، عجائز، كله موجود ومرابط في هذه المنطقة، وكانوا يتقدمون برغم المخاطر ورغم القتل ورغم الإصابات، إلا أن الشباب كان في حالة اندفاع كبيرة. هذا يشي بشكل واضح أن هذا الشعب شعب عظيم، يمكن أن يراهن عليه ويستطيع أن يكون فرس رهان في المرحلة القادمة، ومن يراهن على الشعب بكل تأكيد سيربح وسيكسب. ما حدث يوم 14 مايو هو محطة مهمة في تاريخ النضال الفلسطيني، وأعتقد سيكون لها ما بعدها. هذه المحطة أكدت بشكل لا يدع مجالا للشك بأن الشعب الفلسطيني بعيد عن كل محاولات الدفع به للاقتتال الداخلي، وأن هدفه هو الأراضي المحتلة عام 48، أرضه المحتلة عام 48، وأن له عدو واحد هو العدو الصهيوني الذي يحاصر قطاع غزة والذي يفرض عليه الجوع ويحاول تركيعه. وبالتالي بوصلة قطاع غزة بوصلة واضحة لا لبس فيها، وهذا يعطي مؤشر بأن الصهاينة في مأزق حقيقي. وربما هذا ما صرحت به الكاتبة الإسرائيلية في صحيفة هارتس الصهيونية أميرة هاس بالأمس، عندما قالت الشجعان العزل يواجهون الجيش الجبان المدجج بالسلاح، ورسمت صورة حقيقية لهذا الجندي الجبان الذي يحاول قتل هؤلاء المدنيين دون أن يكون هناك تعرض لحياته للخطر، وبرغم ذلك يرتكب المجازر ويجد من يبررها له، سواء من المؤسسة السياسية أو العسكرية الصهيونية أو كذلك الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن هذه الصورة كشفت أمام العالم، ولكن يتوجب تعزيزها. ما يجري حاليا في بالأمس، أو ما جرى بالأمس على الحدود بعد يوم 15 مايو بالأمس ذكرى النكبة، كان يؤكد بشكل واضح أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لن يقف مكتوف الأيدي. جاءت الناس إلى النقاط الحدودية، وبالتالي أعادت الكرة مرة أخرى، وكان هناك إصابات واستشهد عدد أيضا بالأمس من الفلسطينيين. وهذا يشي بشكل واضح أن هذه طريق سلمية انتهجها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولن يتنازل عنها حتى تحقيق مطالبه. وأعتقد أن أقصر الطرق لهذا الموضوع ولحله في هذه المرحلة هو الاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني في المرحلة الحالية، المتمثل بكسر الحصار والتأكيد على حقوقه المشروعة في العودة وكذلك في المقدسات. نعم دكتور إبراهيم، يعني ما هي توقعاتكم للقادم في ضوء الوضع المحلي الداخلي الفلسطيني؟ يعني انقسام ما يزال قائما، أبو مازن لا يتخذ إجراءات فعلية لرفع الحصار عن غزة ورفع العقوبات وكذا، والسلطة لا تتخذ إجراءات على صعيد محكمة الجنايات والتنسيق الأمني وكل القضايا التي تعرفها، والوضع الإقليمي والعربي كله يخنق في المقاومة ويشحذ سكاكينه على رقبة المقاومة والشعب الفلسطيني. في ضوء كل هذا، ماذا تتوقع؟ إلى أين ستذهب الأمور؟ أعتقد أنه من المؤسف للسيد الرئيس في هذه المرحلة ألا يلتفت إلى قطاع غزة، وأن يرفع العقوبات المفروضة عليه منذ أكثر من عام، وأن يتطلع إلى تمتين الجبهة الداخلية، خصوصا في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من قهر ومن محاولة لتصفيتها من كل الأطراف وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعتقد أن استخدام قطاع غزة في حالة السجال السياسي القائم بين السلطة وحركة حماس في قطاع غزة غير مقبول، ومن هنا كانت فكرة مجلس إنقاذ غزة الذي أترأسه أنه يجب إبعاد قطاع غزة عن حالة السجال السياسي، وإدارة قطاع غزة إدارة مدنية إنسانية خدماتية، وهو مطلب إنساني تقره كافة الشرائع الدولية بعيدا عن الحالة السياسية. لنبتعد قليلا عن الحالة السياسية ولنترك قضية المصالحة، لكن يجب في هذه المرحلة تعزيز صمود أهلنا في قطاع غزة. قطاع غزة يجب أن يكون صامدا، أن تتوفر فيه سبل الحياة الكريمة لكل السكان دون استثناء بعيدا عن الحالة السياسية. بكل تأكيد المقاومة الفلسطينية هي مكون أساسي من الشعب الفلسطيني، وأعتقد أن الشعب الفلسطيني قال كلمته في حقها وأنه لن يتركها، وهو يطالبها في كل مرحلة بأن تكون هي الدرع الواقي لهذا الشعب. ربما الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لا يريد في هذه المرحلة التعامل مع حركة حماس، كونه يصفها بأنها منظمة إرهابية وهي من يسيطر على قطاع غزة، والسلطة للأسف تطالب حركة حماس بتسليم قطاع غزة بما فيه السلاح، وهذا أمر غير مقبول. ما لم تنجح به إسرائيل تحاول السلطة أن تنفذه بأيديها، هذا أمر طبعا غير مقبول في قطاع غزة. لذلك فكرة مجلس الإنقاذ الذي نتحدث عنه هو الحديث عن إدارة خدماتية لقطاع غزة برضا جميع الأطراف إلى حين إتمام عملية المصالحة، على أن يترك جميع السياسيين من كل الفصائل هذه الإدارة لأشخاص مهنيين أصحاب خبرة حتى يديروا هذه البلد إلى أن نتجاوز هذه المرحلة. لكن دكتور، يعني تجاوز هذه المرحلة يبدو أنه يحتاج إلى تضحيات جسيمة، وربما تتطور الأمور إلى مواجهة عسكرية كما ظن البعض أو يعتقد البعض حتى الآن. ما هي توقعاتكم في هذا على هذا الصعيد؟ كما أسلفت أخي يونس، القضية تحتاج إلى نفس طويل. يجب أن تستمر الفعاليات السلمية، ونؤكد هنا على الفعاليات السلمية لمسيرة العودة وكسر الحصار، التأكيد على حقنا في العيش بحياة كريمة هنا في قطاع غزة. يجب أن يكون هناك تعاطي دولي مع هذا الموضوع، من غير المقبول أن يصبح قطاع غزة بهذه الطريقة، وإلا أعتقد أنه إذا لم يكن هناك استجابة حقيقية من قبل الأطراف الدولية فإن قطاع غزة سيصبح قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه الجميع، وربما يتطور الأمر إلى مواجهة عسكرية. وفي هذا الصدد نقول أنه رفع الحصار عن قطاع غزة وتمكين أهله من الحياة الكريمة هذا هو أرخص الطرق وأقصرها لتوفير حالة من الأمن النسبي في هذه المرحلة لحين تغير الواقع السياسي. نعم، هذا الواقع السياسي على ما يبدو أنه آخذ بمنحى آخر، بمعنى أنه هناك نية أمريكية عربية إقليمية لتنفيذ صفقة القرن، ولكن بشكل متدرج، وقد بدأ التنفيذ فعلا بعدما جرى من إجراءات النقل قبل يومين، وهذا يحتاج إلى خطة مضادة لهذه الإجراءات، خطة عربية، خطة إسلامية، خطة عالمية لمواجهة كل ما هو قادم على صعيد جعل القدس مدينة يهودية أو عاصمة لدولة الاحتلال، وما سيترتب على ذلك من كثير من الإجراءات. دكتور، بكل تأكيد نحن نحتاج إلى حالة استجماع القوى العربية والإسلامية في هذا الإطار، ولكن من غير المقبول أن يتحمل سكان قطاع غزة وحدهم هذا الهم. في اعتقادي أن القضية الوطنية هي قضية الجميع، وبالتالي تحتاج إلى تمتين الصف الداخلي. الشعب الفلسطيني هنا في قطاع غزة يحتاج إلى دعم صموده بكل أساليب الدعم المالي والسياسي والإغاثي لتمكين هذا الإنسان من هذه الأرض. القضية الوطنية قضية كل الشعب الفلسطيني، لكن إذا كان هناك ضيق للحال
في قطاع غزة كما هو موجود الآن، فأعتقد أن خسارة الإنسان ربما ستكون مقدمة لخسارة القضية والمقدسات. لذلك أعتقد أن الأولى في هذه المرحلة الإنسان الفلسطيني. الإنسان الفلسطيني هو القيمة الأساسية في أي مشروع وطني، وإذا فقدنا هذا الإنسان كقيمة وطنية أعتقد لن يبقى مشروع وطني، ولن تبقى قضية، ولن يبقى تبقى مقدسات، وستسرق الأرض. الأرض بالأساس في هذا الواقع لا تسرق، الذي يسرق هو الإنسان. إذا سرق الإنسان سرقت الأرض. لذلك نحن في مجلس إنقاذ غزة نركز بشكل واضح على ضرورة تعزيز قيمة الإنسان الفلسطيني من خلال تمكينه وإعاشته حياة لحياة، توفير سبل الحياة الكريمة له هنا في قطاع غزة. وهذا أمر يخدم الجميع بما في هذه المرحلة دولة الاحتلال. لكن حالة الغطرسة التي تعيشها هذه الدولة في هذه المرحلة ربما تعمي عينيها، مع وجود الكثير من الأصوات داخل دولة الكيان تتحدث عن ضرورة التنفيس عن قطاع غزة، لأنه في نهاية المطاف كما أسلفنا ونحن نتوقع ذلك، إذا لم يكن هناك انفراجة حقيقية للأوضاع في قطاع غزة فنحن المقبلون على مواجهة عسكرية لا محالة. نعم دكتور، في السابق كنا ننتقد مواقف الدول العربية، الأنظمة العربية، عندما كانت تشجب وتدين وتستنكر حدوث بعض المجازر أو الاعتداءات على الشعب الفلسطيني. لكن اليوم نحن لا نستمع إلى هذه النداءات حتى، لا استنكار ولا شجب ولا تنديد بهذه الجرائم إلا من بعض دول إسلامية وعربية طبعا، ولكن قليلة جدا، كالموقف التركي والموقف الكويتي وبعض الدول الأخرى. كيف يمكن أن يؤثر ذلك على سير الأمور؟ أخي يونس، أعتقد أنه ما كان موجود تحت الطاولة أصبح الآن مكشوفا فوق الطاولة، بمعنى حتى مظاهر الشجب والاستنكار التي كانت موجودة لم تكن إلا مظاهر شكلية، والآن جاء الدور لتفضح هذه السياسات التي كانت تدلس على الشعوب العربية وتدلس علينا كفلسطينيين بأن هؤلاء هذه الأنظمة تعمل لصالح القضية الفلسطينية من خلال عمليات الشجب والاستنكار، وعلى أرض الواقع لم يكن هناك نتائج. آن الأوان، ودعني أقول هنا برغم سوء الإدارة الأمريكية في سياساتها إلا أنه يحسب لها أنها كشفت سوءة هذه الأنظمة المتواطئة تجاه القضية الفلسطينية، ووضعتها على حقيقتها أمام شعوبها بأنه هذه الشعوب بالفعل كانت سيفا على الأمة وخنجرا مسموما في ظهرها وخاصرتها، وأن هذا الأمر حقيقة سيكون له تداعيات أخطر مما نتخيل. في اعتقادي أنه إجراءات صفقة القرن لن تقف عند نقل السفارة. إسرائيل فعليا تسيطر على مدينة القدس بغير القرار الأمريكي، لكن القرار الأمريكي جاء ليعطي الولاية الدينية، وهنا المخاطرة، يعطي الولاية الدينية للصهاينة على المدينة المقدسة، وهذا يعني بشكل واضح السيطرة على المسجد الأقصى. وربما سنشهد خلال الأشهر القليلة القادمة تقسيما مكانيا وليس زمنيا للمسجد الأقصى، يتبعه في مرحلة لاحقة كما يظن أتباع الكنيسة الإنجيلية أنه لا بد من هدم هذا المسجد وإقامة الهيكل المزعوم حتى يعود المسيح الذي ينتظرونه، وهذه نبوءات بروتستانتية توراتية. هذه الإدارة التي أظهرت يوم 14 مايو بشكل واضح أنها أكثر صهيونية من دولة إسرائيل، وهو ما دعا الكثير من الخبراء الإسرائيليين يقولوا أن هذه الإدارة ستكون مضرة وعنصر سلبي على إسرائيل. وهنا أستشهد بمقولة شمعون رئيس الوزراء الأسبق شمعون بيريز، رئيس الدولة العبرية الأسبق شمعون بيريز، عام 94 قال مقولة شهيرة: أخشى ما أخشاه على إسرائيل قيام حرب دينية. كثيرا ما حاولت إسرائيل وعلمانيوها النأي بأنفسهم عن حالة الصراع الديني، وكذلك كان يفعل العلمانيون والقوميون العرب بأن الصراع مع الصهاينة ليس صراعا دينيا وإنما صراع قومي وصراع حضاري. لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية والإدارة الصهيونية في هذه المرحلة لفظت هذا كله وأعلنت بشكل صريح أن الولاية الدينية لليهود على المسجد الأقصى
هي الولاية الأساسية، وبالتالي إعادة الصراع في حقيقته إلى صراع ديني، وهذه بوابة كبيرة ربما ستؤدي إلى استجماع يعني شتات الأمة العربية والإسلامية. قضية القدس أخي يونس ليست قضية فلسطينية، وهذا يجب أن يدركه الجميع. قضية القدس قضية عربية وقضية إسلامية، كما نحن الفلسطينيين لنا في القدس، لكل عربي ولكل مسلم حق في هذه المدينة، وبالتالي على الجميع في الوطن العربي والأمة الإسلامية تحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية وتجاه هذه المدينة المقدسة، وإلا فإن الجميع لن يسلم في مكانه. بلا شك دكتور، أشكرك على ما تفضلت به. دكتور إبراهيم حبيب، خبير الأمن القومي ومسؤول أو رئيس مجلس إنقاذ غزة، كنت معنا من مدينة غزة، شكرا لك، وحمى الله غزة وشعبها العظيم الباسل الذي يواجه من مسافة الصفر بصدره الأعزل قوات الاحتلال والرصاص الحي، ليسجل التاريخ أن هذه الأيام السوداء لم تمر، أو الشعب الفلسطيني كما أشرنا من قبل مكتوف الأيدي ينظر دون أن يفعل شيئا. أقل القليل الذي يمكن أن نفعله هو أن نصرخ في وجه العالم وأن نقول لهم أننا هنا وأننا لا يمكن أن نقبل بهذا الواقع حتى لو كانت أرواحنا هي الثمن. ألتقيكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد، ما زلنا نطالع وإياكم الحضارات أو الفترات التي عاشتها مدينة القدس المحتلة في ظل الدول الإسلامية التي كانت تضج بالحضارة والفن والعلوم. وفي تلك الفترات عاشت القدس بينما كان اليهود مشتتين والصهاينة في أصقاع العالم وكانوا يبحثون عن وطن حيث لا وطن لهم. اليوم سنتحدث أو سيتحدث هذا الفيديو عن المدينة المباركة في الفترة الأيوبية، فلنتابع سويا. فترة أيوبية تحديدا في مدينة القدس بلشت بال 1187 بعد استردادها من أيدي الصليبيين الفرنجة. شخص صلاح الدين اعتمد في سياسته بعد ما تولى زمام الحكم لتوحيد الإطار الإسلامي ما بين بلاد الشام ومصر والحجاز، واستطاع بهذا الإشي أنه يشكل كتلة إسلامية وجيش إسلامي. أيضا اعتمد على أنه إطفاء الصبغة الإسلامية على كل المواقع اللي كانت فيها معالم صليبية، من إزالة الصلبان، بعض التماثيل، وهذا الإشي اللي كان بارز في المسجد الأقصى بعد ما عاث في فساد الصليبيين وتشويه منظره الإسلامي. قام بتنظيف مسجد قبة الصخرة والمسجد القبلي، بالإضافة للمدارس اللي عمدت لتدريس المذاهب الإسلامية خاصة المذهب الشافعي، زي المدرسة الصلاحية واللي كانت عبارة عن كنيسة القديسة حنة، أي نعم بالنسبة لنا هي أم سيدنا مريم، ولكن كمكان ديني المدرسة الصلاحية أطفى صبغة إسلامية على هذا الموقع. إنجازات كمان اللي عمد لها اللي هي توحيد مدخل المدينة، من أمثلة هاي الشيء إغلاق باب الرحمة اللي هو الباب اللي في المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى، تم إغلاقه وتحويل المدخل الرئيسي لمدينة القدس من باب العمود. منها ازدادت التجارة وتوافد الناس، بالإضافة كمان ضمن
انه يكون هناك حماية لمدينة القدس من اي عدو ممكن انه يدخل على هاي المدينة. الخانقة الصلاحية وهي عبارة عن مبنى تم أخذه جزء منه بموافقة بطريرك الروم، اللي هو منزل بطريرك الروم اللي يقع في الجهة الشمالية لكنيسة القيامة. الخانقة الصلاحية هي كان عبارة عن رباط للمسلمين بتجمعوا فيه الجند، وبعدها أخذ منحة لإيواء الفقراء، عابري السبيل، إطعامهم، توجيههم للمسجد الأقصى، خاصة للحجاج اللي بيجوا من مداخل القدس المختلفة. طبعا طرأ كثير تحسينات على هاي الخانقة في فترات لاحقة، خاصة في الفترة المملوكية والناصر قلاوون اللي أضافوا إلها المدخل الجميل اللي إحنا واقفين أمامه، بالإضافة إنه في الفترة الحديثة تحول جزء من هاي الخانقة لمدرسة إسلامية اسمها مدرسة الهدى، ولاحقا تم إعطائها لقب بمدرسة الخانقة الصلاحية، بالإضافة إنه المسجد القديم تم ترميمه في عدة فترات لاحقة، بالإضافة وإضافة المنبر تبعه للمسجد. جزء من هاي الخانقة اليوم تشغل عائلات مقدسية نتيجة لاكتظاظ السكان. طبعاً هنا الخانقة مقسمة لقسمين، قسم سفلي وقسم علوي، تم إضافة لاحقة فيه لبعض الأبنية لخدمة صالح المدارس، زي المبنى اللي إحنا بنشاهده في الأعلى هو إضافة على المبنى القديم. الفترة الأيوبية هون عندنا في بلادنا نقدر إن نعطيها تاريخ محدد، اللي هو من تحرير مدينة القدس من 1187 إلى 1260 لتولي زمام الحكم للمماليك. إذن تلك المدن التي بنيناها بأيدينا ولا تزال أنفاس أجدادنا بين جدرانها، ولا تزال خطوات أجدادنا على هذه الأرض المباركة، لا يزالون هناك، نراهم في كل شيء، في هذه الحضارة، في هذه الحجارة، في هذه المساجد. وعندما ندخل مسجدا قديما أو جامعا قديما نستذكر أهلنا الذين كانوا في ذلك المكان، صلوا هنا، سجدوا في تلك البقاع المباركة. هذه المدينة بكل ما فيها تتكلم بالعربية الفصحى وتتكلم بلغة الإسلام، لذلك لا يمكن أن تهود، على الرغم أن المرحلة القادمة هي مرحلة خطيرة جدا في مسألة التهويد، والتي ستبدأ بالوصول فعليا وبكل قوة إلى المسجد الأقصى المبارك، مركز الصراع في هذا الكون. وعندها ماذا سيفعل العرب، ماذا سيفعل المسلمون؟ هذا هو السؤال الكبير والجوهري المطروح الآن بين يدي الأمة العربية والإسلامية، من مدينة القدس حيث الحضارة الأيوبية إلى مدينة غزة حيث مصانع الرجال وحيث مدارس الأبطال، وهذه المدينة المباركة التي تهدي لكل العالم في كل فترة مئات من الشهداء الأبرار من خيرة أبنائها الذين لهم في لكل شهيد قصة. وقد رأينا كثير من المقاطع والصور التي تحكي قصص هؤلاء بصورة جميلة، قصص إنسانية رائعة، لكنهم قدموا أنفسهم لما هو أغلى من ذلك، المسجد الأقصى المبارك، الوطن المحتل، العودة الحتمية التي ستتحقق بهذه الدماء المباركة. دعونا مرة أخرى، وقد عرضنا هذا من قبل، أن نشاهد مدينة غزة ونأخذ عنها بعض المعلومات من خلال هذا الفيديو. مدينة غزة، غزة هاشم، سميت بهذا الاسم نسبة إلى جد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، هاشم بن عبد مناف الذي دفن فيها، وتعد من أعرق وأقدم مدن العالم، بل وأكثرها كثافة سكانية. غزة هي بوابة آسيا ومدخل إفريقيا، وكانت عبر العصور مفتاح التجارة والحرب والاستقرار لأي حاكم، لذلك تعتبر العاصمة الثانية لفلسطين، وهي المدينة الوحيدة في العالم التي هدمت مراراً وتكراراً في نزاع الحضارات.
ولكنها في كل مرة تلملم جراحها وتستنهض همتها وتستصرخ أبناءها لتبدأ من جديد. غزة أول مدينة فلسطينية تدخل السجلات التاريخية، فقد تم ذكرها في النصوص المصرية القديمة كمدينة رئيسة منذ أواسط العصر البرونزي. تعرف غزة عند علماء الآثار بأنها مدينة عائمة على بحر من الآثار، وقد أدرك الاحتلال الصهيوني ذلك، فقام بنهب الآثار المهمة منها بشكل مخطط وممنهج فيما عرف بمذبحة الآثار. من أبرز معالمها الأثرية في بلدتها القديمة المسجد العمري الكبير، وهو أحد أكبر وأقدم المساجد الأثرية في فلسطين، حيث تم تشييده على يد الكنعانيين قبل 3000 عام على شكل معبد وثني، ومن ثم تحول إلى كنيسة أفذوكسيا حتى جاء المسلمون وحولوه إلى المسجد العمري نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مسجد السيد هاشم، والذي يعتقد أن قبر هاشم موجود فيه. قصر الباشا، وهو اليوم متحف ومزار للسياح. كنيسة القديس بروفيريوس ومسجد كاتب ولاية الملاصق للكنيسة، واللذين يرويان للعالم روعة تعانق أجراس الكنائس مع تكبيرات المساجد. تقع مدينة غزة جنوب غرب فلسطين على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وفي شمال قطاع غزة، وتعد أكبر مدنه، وفيها قرابة نصف سكان قطاع غزة. تتكون من 20 حياً ومنطقة سكنية إضافة إلى مخيم الشاطئ للاجئين، ومن أشهر أحيائها حي الشجاعية، والذي وقعت فيه مجزرة الشجاعية في حرب عام 2014، وسمي بذلك نسبة إلى الشهيد شجاع الدين الكردي أحد قادة صلاح الدين، حي الشيخ عجلين، والذي يعتبر عنبه من أجود أنواع العنب في فلسطين، حي التفاح وحي الزيتون، واللذين سميا بذلك لجودة التفاح والزيتون الموجود فيهما. تشتهر غزة ببعض الصناعات التراثية مثل البسط والفخار والأثاث المصنوع من الخيزران والتطريز والنحاسيات والنسيج، والتي حال حصار غزة اليوم دون تصديرها إلى أوروبا. يقال إن اسم الشاش في اللغة الإنجليزية غوز نسبة إلى غزة، وأيضاً غازون نسبة إلى غزة، وهو نوع من القماش المصنوع من الحرير. أنجبت غزة نجوماً منهم الإمام الشافعي، الشاعر والكاتب المسرحي معين بسيسو، الشاعر الكبير هارون رشيد، والذي غنت له فيروز سنرجع يوما إلى حينا ونغرق في دافئات المنى، سنرجع مهما يمر الزمان وتنأى المسافات ما بيننا. واليوم تنحني الهام أمام صمود غزة وأبنائها بعد حصار دموي دام 11 عاما ولا يزال. ذاقوا خلاله ويلات 3 حروب عمدت على قتل الحياة وأنشبت أظفارها في كبد أمة نائمة، والتي ستبقى شهيدة على ظلم العالم وعارا على جبين الإنسانية، ولكنها لم تستطع قتل الإنسان الذي سطر بتضحياته ودمائه الطاهرة قصص العزة والبطولة والكرامة. ولسان حال أبنائها يصدح بي: يا غزة قد خاب من دساكِ.
أنا من غزة مهد العزة لا أحد يرأسي للشدة أنا في ناري كالأشجار أحيا شامخة المعتزة أنا من غزة مهد العزة لا أحد يرأسي للشدة أنا في ناري كالأشجار أحيا شامخة المعتزة بالأحجار يهب وقال أحفر قبر عدو الغاشم هتف وليسمعني العالم بدم يبدي غزة هذه هي غزة إذن شريط ساحلي يحدها البحر من الغرب ويحدها الحدود مع الاحتلال الصهيوني من الشرق ومن الشمال أيضا الصهاينة أما من الجنوب فمصر الشقيقة هذه المدينة المعجزة المدينة الفذة التي تقاتل بكل ما فيها بعلمائها بعقولها برجالها بنسائها اللواتي ينجبن في كل صباح فرسان جميلين لهذا الوطن المحتل تقاتل بكل ما فيها من أنفاس طاهرة مباركة تقاتل بفتياتها بشبابها بعجائزها هذه المدينة التي شكلت شوكة في حلق العدو الصهيوني جعلته لا يعرف كيف يتعامل معها جرب معها كل الأساليب وكل الحروب ضربها في حرب 2009 وفي 2012 وفي 2014 فخرجت له كالعنقاء من قلب الرماد والركام خرجت كالعنقاء وقالت أنا هنا مرة أخرى سأعود للقتال مرة أخرى طبعا غزة مثلها مثل كل المدن في العالم كل المدن الجميلة في العالم تتمنى أن تعيش بسلام وبأمن وسكينة واطمئنان لكن الاحتلال لا يريد لغزة ذلك يريد لغزة أن تموت في اليوم 1000 مرة لأنها تحتضن المقاومة ولأن عينها على القدس وهذا ديدا المدن الفلسطينية حتى في الضفة أو في كل مدينة في العالم حتى الدول التي تناصر فلسطين وتقف مع فلسطين كما جرى في العراق من قبل وكما يجري الآن مع أكثر من دولة كلها إذا نظرت إلى القدس وجعلت عينها على القدس فإنها ستدفع الثمن والثمن قد يكون كبيرا قد يكون من الأرواح ومن الأفئدة التي نحبها ونسأل الله أن نجمعنا بها في جنة النعيم هؤلاء الشهداء الكرام الأكرم منا جميعا الذين ضحوا بأنفسهم من أجل أن نعيش في مستقبل جميل نراه قريبا وما ذلك على الله بعزيز تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم السلام عليكم ورحمة الله.